أنا عندي 5 أطفال، يعني لولا الأطفال أنا ما تركتش البيت. 5 هدول أطفال كلهم برضعوا، اللي في بامبز واللي بده حليب. أنا بدي توفروا لي لأطفالنا حليب، بامبز، يعني ملابس. يعني إحنا بالضبط إلنا 20 يوم ما حدش حكى لنا وين أنتوا، من بامبز من حليب. يعني هاي أنا معي طفلة يعني بترضع شوكو، بترضع مية الرز، يعني أقسم لك بالله ما معيش مصاري أجيب لو علبة حليب لو باكيت بامبرز. فإحنا بنطالب من المؤسسات الإنسانية إنها تدعم يعني المدارس والناس اللي محتاجة فعلاً. نشكر جمعية تشيلدرن بلس على المجهودات العظيمة لتقديم الحليب لأطفالنا، لأنه احنا بصراحة متشردين من عند مدرسة زمو، وفي هذه المدرسة الوكالة نفتقد لخدمات الأطفال من بامبرز من حليب. بشكر المؤسسة هذه اللي طلعت الحليب.